السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة طبعا خلاص هنكشف لكم يا جماعة مين اللي ورا موضوع تجارة الفراخ وتجار الفراخ، ومين هم تجار الفراخ أو مين رئيس عصابة تجار الفراخ المجمدة اللي طبعا بقالهم يومين مفضوحين في السوق لكن مش عارفين مين اللي وراه. طبعا قبل ما أقول لكم دوت، أتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك وسبسكرايب وشير ونفعل الجرس علشان يجيلكم كل جديد بننزله. تعالوا نشوف ايه الحكاية. باختصار شديد جدا يا جماعه، طبعا شفنا كميه البوستات العظيمه امبارح والفضيحه الكبيره طبعا لتجار السامسونج، اسف للمخابرات السامسونج اللي بعتوا سكريبت واحد اتنشر في مصر كلها من خلال اللجنه الالكترونيه بتاعتهم، ان الفراخ المجمده يا جماعه 1300 جرام ب 80 جنيه واسعارها في متناول الجميع وارخص بكثير من الفراخ العاديه، ونقضي بقى على جشع التجار ومحدش يشيل ودراعنا وبلا بلا 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 بلا، وان الفراخ البرازيلي دي حاجه عظيمه وحاجه جميله وحاجه زي الفل. انا ما عنديش مشكله مع الفراخ البرازيلي، انا ما عنديش مشكله مع الفراخ المجمده، يعني القصه دي كلها اركنها على جنب، لكن زي ما قلنا المشكله الحقيقيه في ايه؟ ان الفراخ دي مستورده. طب مستورده من اللي مستوردها؟ الدوله اللي مستوردها. بلاش الدوله، سيب اي حد يا سيدي في الدوله مستوردها، اللي مستوردها ده جايبها بـ 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 بالعمله الصعبه ولا بالعمله الرخيصه السهله اللي ملهاش سعر دلوقتي؟ طبعا جايبها بالعمله الصعبه. طيب العمله الصعبه، مش احنا عندنا يا جماعه ازمه في العمله الصعبه؟ صح ولا انا مش فاهم؟ الدولة كلها بتقول ان احنا عندنا ازمة في العملة الصعبة. طب ما احنا نوفر يا جماعة العملة الصعبة دي لشوية الاعلاف، نطلعها من جبن الناس هيعملوا لنا فراخ فريش حاجة زي الفل صناعة بلدنا. هنقضي على البطارة، الناس كلها هتشتغل ويا بخت من نفع واستنفع. انما عشان في حد بس عايز هو اللي ينفع وهو اللي يستنفع بس من غير ما ينفع، اللي هم طبعا علية القوم. مين بقى يا معلم اللي طلع ورا الحدوتة دي؟ المعلمة الكتعة، فاكرين الكتعة بتاعت فيلم عفاريت؟ لميس الحديدي. طبعا لميس الحديدي وسط الهجه اللي موجوده دي امبارح والدنيا وضغط السوشيال ميديا والفضيحه اللي اتفضحوها اللجنه الالكترونيه، لميس الحديدي طالعه بتايد وبتدعم وبتقول نفس الكلام. يعني طبعا هو احنا مش محتاجين ان نقول ان لميس الحديدي تبع اللجان السيسي او كده، لا، بس لميس ارقى من ان هي تبقى كده. دي المعلمه الكبيره بقى، يعني دي صاحبه الشغلانه، دي من الاخر كده اللي مسرحه لعيال اللجان الالكترونيه دول. فواضح كده ان هي داخله براس او براسين او بسهم او بسهمين في مشروع الفراخ المجمده ده اللي عملت له دعايه في البرنامج بتاعها وقعدت تتكلم فيه كتير. تقريبا الاعلاميه الوحيده بتاعت امبارح اللي داست في الموضوع ده قوي وكانت بتتكلم بحوره قوي. طبعا ما هو راس مالها بقى، ما هي لازم تخش، ومش بعيد يكون جوزها داخل طبعا من الباطن، ما نعرفش الحدوته. فواضح كده ان المعلمه لميس الحديدي بقت من تجار الفراخ والفراخ المجمده البرازيلي. وربنا يسترها علينا وعليكم يا جماعه، ونخلص من حدوته الفراخ وغلى الاسعار ده قبل رمضان، لان الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا على الناس، وربنا يهونها على الجميع. اتمنى في النهايه دعمنا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.